السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن مشكلة تسرب المياه بسبب تلف عمود الدوران وليس الميكانيكال سيل. خلينا نشوف الموضوع عملي عشان نعرف نحدد المشكلة بعينينا وتوصل لمعلومة أفضل. هنبتدي نفك الموتور بأحدث الأدوات وأفضل الأساليب العلمية زي ما أنتم شايفين. هبتدي أفك الساقية أو الإمبلر الخاصة بالموتور، وهبتدي أرفعها بالطريقة الصحيحة، وهفك الميكانيكال سيل القديم، وهنبتدي نبص على العمود. زي ما انتوا حضراتكم شايفين العمود في قلبيه تآكل. هبتدي بصنفرة ناعمة انضف سطح العمود عشان تبان المشكلة اكتر، وعشان الشغل اللي هعمله بعد كده في العمود هستخدم صنفرة ناعمة جدا، ومش هاكل حاجات من العمود، يا دوبك هشيل حاجات اجزاء من الملل نظافة بس، هشيل الصدى الخارجي. زي ما انتوا شايفين العمود فيه تآكل، وادي المصيبة باينة في قلبي. حل المشكلة ديت يا اما بودي الموتور لخراط، او هستخدم حل تاني ارخص وبنفس الكفاءة، اللي هو هجيب الايبوكسي او لحام الحديد او اي مادتين بحطهم على بعض عشان الحم الحديد، اي ما يكون اسم المنتج زي ما يظهر قدامك اللي هو في الشاشة. هبتدي اجيبه واتبع التعليمات الخاصة بكل منتج، هبتدي اقلبهم على بعض كويس جدا، واستخدم كمية قليلة قوي. برغم ان الكمية دي قليلة جدا بس انا هستخدم اقل منها كمان في الحقيقة. هبتدي اخلطها كويس زي ما حضرتك شايف، وهاخد منها كمية قليلة قوي، وهبتدي املى الفراغات او التآكل الموجوده في العمود. وانا هنا غلطت واستخدمت كميه كبيره قوي، المشكله دي حصلت معايا تاني مره هستخدم كميه اقل. زي ما انت شايف كده هبتدي اخلط واقلب الماده بتاعتي او الايبوكسي بتاعي على العمود، وراعي ان مفيش اي حاجه تيجي على الجزء اللي تحت او الطبق اللي تحت الخاص بالميكانيكال سيل، وهبتدي اشيل اي زيادات. وبعد ما ينشف هبتدي اشيل اي زيادات تانية، وهجيب صنفرة ناعمة وهبتدي اكل كل الزيادة اللي موجودة على العمود من الايبوكسي زي ما انت كده شايف في الفيديو. الحل ده عملي جدا ورخيص واثبت فعاليته. انا هنا هو رممت بالايبوكسي عمود الدوران، واي تآكل او اي ريجة كانت موجودة في قلبيه اترممت، والعمود كأنه مخروط ومفيش فيه اي مشاكل، كأنه خارج من المصنع بالظبط. ادي النتيجة النهائية للعمود، ادي التآكل، وادي مادة الايبوكسي مالك كل الفراغات او التآكل او الانجروف اللي كان موجود في قلب العمود، وكأنه دلوقتي قطعة واحدة والسطح الخارجي متساوي، كأن خرطت العمود زي ما انتوا حضراتكم شايفين. والايبوكسي ما بيتفاعلش مع المية ومفيش منه اي مشاكل. وقبل ما انشر الفيديو انا اتاكدت ان الموتور شغال بقاله اكتر من 4 شهور من غير اي مشاكل. ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي تحت في الكومنتات. بعد ما قفلت الموتور وشغلته واتاكدت من الضغط، ادي النتيجه قدامكم.